إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير واحد الدرس نحاول نديرو للمبتدئات، يعني بقماش عادي. فصلت الكم ديالي، طريقة تفصل الكم ديالي إذن درتها في مجموعة ديال المواضيع. غادي نختار واحد القماش باش غادي ندير الباندا ديالي هنايا، ولكن غادي ناخد سفيفة. هاد الموضوع اللي غادي ندير كيكون موجود في عند باعة ديال الخيوط وباعة ديال ميرسوري اللي كيبيع لنا الخيط وكل شيء. اذا انا خديت الكابلي، يعني غادي نديرو بالكابلي وبهذه الطريقه هذه ان شاء الله، باش يكونوا الاخوات المبتدئين كيشوفوا واحد الباندا كتكون في اليد وما كيعرفوش يديروها. غادي نحاولوا اليوم نقربوها. اذا كنعتذر على التغيب ديالي، كنت مشغول بالمدرسه ديالي الخاصه اللي درت في اليوتيوب، اللي درت في الانترنت دروس عن بعد، فورماسيون ا ديستانس بالنسبه للاخوات، داكشي علاش تشغلت بهم. اذا على الراغبات، يعني اللي بغاو يدخلوا معنا الجروب، راه تمن رمزي اللي داير جروب في الفيسبوك، جروب فيرمي ودروس خاصه في اليوتيوب، يعني مؤدعنا وبثمن رمزي. اذا للاستفسار يعني ولاستطلاع تواصلوا معي في الواتساب. غادي نخلي الرقم ديال الواتساب ديالي في علبة صندوق الوصف لتحت ان شاء الله باذن الله. اذا بلا ما نطول عليكم، يعني كما قلت لكم كنعتذر لكم وكنجدد الاعتذار ديالي، يعني ملهي مع المدرسه ديال البنات. اذا القسم الاول استوفينا العدد، انا نحل نفتح القسم الثاني 80% عصري 20% تقليدي، ديفويات ديال الأتوبة والأقمشة يعني وفصالة وفيها خياطة تي بي والترافورياليزي والتي بي أو ميم طون في نفس الحين. إذا ننتقلوا للموضوع ديالنا. أول حاجة خصني نقد الشريط ديالي، على نقد يعني فم الكم خط مستقيم كما كتعرفوا، كما كنديروا في الخياطة البلدية العادية. أما في الخياطة الأخرى كيكون لكم عندنا داير هكدا وهكدا على هاد الشكل هذا، كيفصلاتو سهام التلميذة ديالي الله يرضي عليها، يعني هي دابا في تروازيام اني سهام تبارك الله عليها، صافي قريبة تخرج إن شاء الله. كدير لامونش بطريقة يعني باش قرينا في المدرسة في الثمانينات اكسيتيرا. إذا غادي ناخد هذا على هاد الشكل هذا، يعني الحجم اللي بغيت فيه، يا صغير يا كبير، يا البوندا اللي بغيت تكون عندي هنايا في البوانيا او البغاسلي. وناخد الترسان ديالي الكابلي، الا بغيتو رقيق ندير الترسان ولا بغيتو غليظ ندير الكابلي. اذا هادشي اللي نناقشوه راه الرومي يا الاخوات، راه الرومي هذا اللي نناقشوه ماشي البلدي، راه الرومي. اذا اول حاجه غادي نحيد الصباط وندير هاد الصباط هذا اللي كنخيطو به السلسله انفيزيبل، وفي نفس الحين كنخيطو به الكرده ديال الوسيد ديال الخديات وديال لي روس وديال اذا كما كتشوفوا هاد الطريقه باش كنلصق الصباط على هاد الشكل. اذا قبيلات ما وريتكمش الشريط الابيض، انا غادي ندير الشريط الابيض دابا على هاد الشكل هذا، وفي نفس الحين غادي ندخل فيه هذا باش نصنع انا ديالي. ما نشريش هذاك ديال السوق، لان هذاك ديال السوق يعني غادي تقطع وضربتي فيه تماره، وفي نفس الوقت يعني الزبونه ديالك غادي تاخذ منك موقف. شوفوا لاحظتوا كي درت انتوما، اذا دخلت الكابلي ديالي على هذا الشكل هذا. دقيقه نكبر الصوره باش، اذا لاحظوا معايا انا كبرت الصوره باش تشوفوا يعني الكابلي ديالي. الا بغيتي رقيق ديريه رقيق، الا بغيتي ترسان ديريه ترسان، بغيتي القطن ديريه القطن اللي بغيتي. وكنميل هذا على هذا الشكل هذا، لاحظوا. اذا لاحظوا معايا كيرجع هذا، شفتوا غليظ متماسك، شفتوا متماسك غليظ على هذا الشكل هذا. اذا هذا الترس هذا كنعطيه للمبتدئات، وكنديروا هذا الشيء في لي سيرفيتمون، كنديروا بزاف الحوايج. عندكم تكون عندكم يعني قصر النظر،
خصكم يكون عندكم بعد النظر، يعني كنديروا في مجموعة ديال الأشياء. راه باستطاعتي مباشرة نخيطو في الكم ديالي، ولكن بغيت ندير لكم الطريقة باش كنقري، لأن المعلمين هادو تيديروه مباشرة في الكم وفي الجياب وفي القوال وفي يعني بزاف الحوايج لاش كيصلح بزاف الصوالح. إذا ملي كنوصل لهنا كنخيطوه هكدا لا يهرب ليا. إذا انتقلوا للمرحلة الثانية، غادي نعمل منو اثنين، غادي نعمل اثنين. هذا الأول كما تشوفوا هو كوردون، شتو كوردة، شتو على هاد الشكل هذا. إذا نرجعوا للموضوع ديالنا، أنا غادي نحاول نعاود معكم الثاني على هاد الشكل هذا، تنعمل الكابلي ديالي هاد الشكل هذا. ساهل يعني، عملية في متناول الجميع. إذن في الصالح ديالي إلا مشيت صوبت بيدي، يعني لأن هذاك اللي كنا كنخدمو به الجاكيطات كيتكال مني هنايا وكيتثقب وكيتشردم وكيرجع حالته حالة. ولكن إلا بغيت نخدم شي حاجة الزبونة خصني نخدمها لها نقية ومن إنتاج ديالي، بحكم أن عندي صبابيط، عندي هاد مجموعة ديال الصبابط والكابلي غير مرمي، يعني كيشيط علاش يضيع. كابلي حاجه مليحه، كيكون لاصق ومخدوم باليد وعامر. هذا كما قلت لكم راه يتباع عند ميكسوري اللي كيبيع الخيوط على بالكم، وثمن رخيص، ولكن الثوب ديالو بحال ديال البيضاويه دغيا تقطع. اذا لاحظوا معايا، درت البي ديالي لتحت وهذا لوجه، هذا لوجه. اذا درت البي ديالي لتحت، غادي ناخذ البواني ديالي هاد المورسو هاد الرقعة أو الشريط ونعمل هكدا. لاحظوا معايا مزيان، وغادي نشد، غادي نشيط طبيعة الحال كنشيط 4 سنتيم على هاد الشكل وعلى هاد الشكل هذا. إذا أنا مبغيتش نشدهم كلهم ونخيطهم، لأن صعب على المبتدئات، والأغلبية ديال الأخوات معايا في القناة هما مبتدئات. إذا لاحظوا معايا، إذا هذا ضروري يكون مقد، هذا ضروري يكون هاد الشريط مقد. إذا غادي نخيط بهاد الطريقة هادي على هاد الشكل هذا، وفي نفس الحين راني نقيس هذا، نقيس هذا، هذا تنتمسكو بيدي، يعني كنتمسدو بيدي على هاد الشكل وعلى هاد الشكل وعلى هاد الشكل. باستطاعتي نلصق البيات بجوج عاد ندير هاد العملية، يعني هاد الشكل هذا. إذا مباشرة بعد ما خيط غادي نعمل هكدا. لاحظوا معايا هالبي ديالي، شت إذا بين لي الخياطة هنايا، لاحظتوها. إذا هاو على هاد الشكل هذا، شتو الجمالية اللي عطا. إذا باقي ليا واحد نديرو هنايا، نعملو هنايا على هاد الشكل هذا. إذا غادي نحط البي ديالي ونشوف. إذا غادي يكون في هذا الموقع هذا دابا اللي غادي نخيط، هاد المسافة تكون محترمة. إذا غادي نوضع الثاني ديالي على هاد الشكل هذا ونخيط. يلا باش يطلع لنا الموديل زويون البنات وغزال الأولاد، خصنا هاد المسافة نحترموها، هاد المسافة نحترموها وتكون زويونة بحال هكا الرسم. إذا هذا غادي يبقى لكم كتمرين، ديري منو 10 12 خطا بحال دابا شي طفل صغير. بالنسبه انا كنهضر مع المبتدئات، الله يجزيكم بخير والله يرضي عليكم ابناتي. الا كان من الممكن ديري 12 13 14 حتى 20 باش تتحسمي مع هذا الموضوع وتتكوني كطيري فيه. اللهم اني قد بلغت فشهد، نكمل الخدمه ديالي. اذا لاحظوا معايا هنايا يكون متساوي، هنايا يكون متساوي، وهذا باش كيكونوا الخياطات مميزات على جميع الاخوات الاخرين اللي هما خياطات. لاحظوا معايا هادو يكونوا متساويين، هادو يكونوا متساويين، غتكونوا اذا غادي الموضوع يقدر يعجبكم. يعني الا عجبكم يعني راه التناسق في الالوان والمسافه اللي كاينه من هنايا والطريقه باش خدمت البي والطريقه بزاف الحوايج اللي هي مهمه. اذا غادي نبقى انا في هذه الدروس للمبتدئين ان شاء الله هذه الايامات، ولكن غير على تي بي ترافو رياليزي.
اذا مباشره بعد ما ساليت نقدر ندير بيكاج هنايا، ولكن قبل ما ندير بيكاج راه الخيط يبان ليا شفت، والطريقه اللي بيا راه كنت قلتها لكم ها هو شفت، هاد الطريقه راه كنت قلتها لكم، قلت لكم اش تعملوا اش تعملوا اش تعملوا في البي، يعني تناولتها في تقريبا ما يعادل 37 حلقه هاد الموضوع هذا 37 حلقه. اذا اللي بغات تزيد تعلم الاخوات الله يجازيكم بخير، تواصل معايا في الواتساب، غادي نخلي الرقم ديال الهاتف ديالي في صندوق الوصف لتحت. يعني بدينا القرايه، اذا مازلنا القسم الثاني هو اللي مازال يعني كنتسناوه اعمر باش نسدوه ان شاء الله باذن الله. اذا غادي نقلب الصباط، غادي ندير واحد الصباط الفينيسيون. اذا غادي نحيد هذا الصباط هذا هو ديال واحد، كاين يمني ويسري، انا شريت اليسري كيعجبني اليسري، وكاين هذا شفتو هذا هو الفينيسيون غادي نديرو. اذا كل واحد كيخدم بزاف ديال المزايا، ماشي حاجه وحده، ملتي سيستيم ملتي فونكسيون، يعني ملتي شغله، مش اشغال اخرى، يعني يدير اشغال بزاف كثيره. اذا توكلوا على الله، ندير الفينيسيون دابا البيكاج سير بيكيور. لاحظوا معايا اذا هنا غرزه كبيره افقيه كبيره، وديما هنايا تكون نقيه لاحظوا معايا. اذا غادي نلقي الكم ديالي هذا فم الكم على هذا الشكل هذا، وندير له سيرجي يعني اذا السمكه كاينه عندي سمكه هنايا. اذا لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير، غادي نقلب لكم ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نديكم ديريكت لواحد المشكل. شوفوا هنايا متساوي وهنا متساوي، ما تحاوليش يغلبك هذا مع هذا، غتضربي كل هذه الخدمه اللي عملتي هي جميله غتضربيها في الصفر، كل هذه الخدمه اللي درتي جميله على بالك غتضربيها في الصفر. شوفي اون فيني الداخل على بالكم، شوفوا هاهي. اذا نتمنى نكون وصلت الرساله لكم، اذا نتمنى تكونوا فاهمين وتديروا لي التمارين وتواصلوا معايا في الفيسبوك وفي الواتساب، اللي دار التمارين تصيفطوا لي. اذا كما كنقول لكم وجدد انني عملت مدرسه عن بعد في الانترنت فورماسيون ا ديستانس، خليت لكم الرقم ديال الواتساب الخانة الوصف لتحت اللي بغات شي معلومات تتصل بيا. اذا اشكركم جزيل الشكر اخواتي واخواني على التواصل وعلى التفاعل مع القناة ديالي وعلى اللايك وعلى التعليق الجميلة. اذا استودعكم في امان الله، والى اللقاء حلقة في درس قادم ان شاء الله، وغادي نعاودو نديرو هذا بطريقة اخرى ان شاء الله باذن الله. اذا استودعكم في امان الله، ولكم جزيل الشكر من صاحب قناة بيت الخياطة 2، الى اللقاء.